الجاليه المفترض البرامج جينا من البرامج او البرنامج الغربي انها تعمل وتركز كثيرا على العالم القروي. العالم القروي اللي كنلقاو متواجد وهو في صلب جميع البرامج. فنزيد حتى شويه واحد التوصيل واحد المتمس وهو ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تعنى للاحياء الهامشيه للمدن. يعني حتى هي محتاجه لواحد التركيز وكذلك محتاجه كذلك مع الخدمات الاساسيه التي تقدم على القروي مثل الاناره العموميه والماء الصالح للشرب وكذلك الطرق والصحه والتعليم. كذلك بما ان هذه المبادره الوطنيه فهي ورش يعرف واحد التحديث اللي هو متواصل، ف بغينا كذلك ونظر المنجزات والانجاز الهائل الذي حققه وحققته الرياضه بصفه عامه على المستوى الوطني وخاصه المنتخب الوطني بمناسبه اجراء النهائيه في كاس العالم، وان كذلك المبادره الوطنيه تعنى بالشأن الرياضي وخاصة إحداث الملاعب القرب وكذلك تشجيع الجمعيات وكذلك الأندية التي تمارس جميع الأنواع الرياضية. وبالمناسبة كذلك الاعتناء وتدخل المبادرة الوطنية في كل الشؤون وكل ما هو شأن ثقافي وفني. فهو إعطاء الفرصة كذلك للشباب باش يكونوا مشاريع يديروا يقدموا لنا مشاريع التي تعنى بتكوين الشباب في الميدان الثقافي والميدان الفني. فيما يخص التعليم، فالتعليم الحمد لله انه عرف واحد القفزه نوعيه وكبيره جدا على المستوى ديال الاقليم الاسيوي. فبعد ما كانت الارقام اللي كانت مخيفه واللي كانت جد متدنيه فيما يخص التعليم وتمدرس الفتاة القرن، كانت زادت تقريبا من 31% إلى 49% الآن لتمدرس الفتاة القروية، وهذا طبعا على الصعيد ماشي على الصعيد الابتدائي فقط، لأن الناس نعرفوا بأن الفتاة كتمشي تدير التعليم الابتدائي ولكن من بعد تتوقف على المستوى الإعدادي والتأهيلي. الآن الحمد لله هذه الأرقام ديال 49% اللي على المستوى الإعدادي والتأهيلي. وهذا تبين على انه راه الفتاة القروية الحمد لله صح واحد الوعي اللي هو جديد واحد الصحوة جديدة باش تكمل التعليم ديالها. هذا ما جاش من فراغ، جاء من مجهودات اللي توفرت في فضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتجلى اولا في انجاز دور الطالبة ودور الطالبة واللي الان على مستوى جميع الاعداديات والثانويات في دوله القاو داخليات وكنلقاو دور الطالب ودور الطالبه. ثم كذلك على الدعم الاجتماعي والمادي واللي تيتجلى كذلك في البرنامج ديال التيسير. البرنامج ديال التيسير نعطي واحد الرقم تقريبا اللي راه 100 مليون ديال الدرهم التي تتوصل بها العائلات على طبعا سنويا مقابل التمرس ديال الابناء ديالهم. ثم كذلك كاين عندنا النقل الدراسي، النقل الدراسي اللي كما جاء في الكتاب ديال السادة الرؤساء أنه ساهم كثيرا في الحد من الهدر الدراسي وساهم كثيرا في التدرس وعدم الانقطاع ديال التلاميذ وكذلك التلميذات وخاصة الأساتذة. فعلا من بين التوصيات اللي الآن تتم بها التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك بتنسيق مع وزارة التعليم أنه يمكن التفكير الآن في تدبير جديد وفي تسيير جديد لمنظومة ديال النقل الدراسي، لأن كنعرفوا الأسطول الحمد لله الآن نعرفوا الإقليم أزيلان تقريبا وصلنا 400 حافلة ديال النقل الدراسي، 400 حافلة وراءها مجهود ديال السادة رؤساء المجالس الجامعية الذين يقدمون منح للجمعيات المدبرة لهذا الأسطول ولهذه الخدمة. ثم كذلك المجتمع المدني في هذه المناسبة باش نشكره كثيرا على تحمله وعلى قبوله تحمل هذه المسؤولية ديال التدبير وتسيير النقل الدراسي. فكما قلت
أن المحل الدراسي وكذلك هو طالب وطالبة الآن رحيم تشكير باش إن شاء الله تكون لواحد منظومة خاصة وتدبير خاص واللي يمكن أننا نخليه فيه المجتمع المدني وكذلك المجالس الجماعية كمكون من مكونات كثير ولكن نخففوا العبء أولا على الجيلات ثم كذلك على أولياء والآباء التلاميذ باش نبقى شيء المساهمة اللي كانت من قبل أنها لا يمكن أن تحملها وزارة التعليم وكذلك الموارد الوطنية للتنمية البشرية وهذا إن شاء الله ربما يقدر يجي في المرحلة الرابعة لأن الآن كاين فيه تفكير وتفكير جديد. كاين كذلك لابد نتكلموا على الاتفاقية الحمد لله هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن سمحت أن تكون هناك اتفاقية ما بين جميع التدخلات ديال جميع المصالح الخارجية وكذلك السلطات المحلية والمنتخبة وعلى عدة وفي عدة مجالات وعلى عدة محاور. كذلك من التوصيات هذا المنطقة الإقليمية لريادة الأعمال اللي هو مهم جدا وعلى طريق واحد السيد الرئيس على أنه إن شاء الله غادي نعملوا على التنظيم ديالو في آخر الوقت لأن خصنا نستمعوا للنقد هو للشباب خاصة الشباب فيما يخص هذا المشاريع والخدمات التي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. توصيات كلها رامية كيف قلنا لتحديث ولتجديد برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شكرا للجميع المساهمين والحاضرين على تلبية الدعوة لهذا اليوم لتخليل هذا اليوم لتخليل هذه الفكرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكل عام وأنتم بخير.